اهلا اهلا اهلا. صاحي؟ انا ما نمتش اصلا، انا هدوب ريحت نص ساعه كده، خدت شاور عشان اعرف انزل. الروايح الحلوه دي. اتفضلي. انا كنت عايزه اطلب منك طلب. اطلبي. ينفع ما تخرجش النهارده وتقعد معايا؟ بس انت بتيت معايا بين اصحابي. ماشي اوكي خلاص، انا بس كنت عايزه يعني نقعد نتكلم شويه. نتكلم في ايه؟ نتكلم في اي حاجه، بس يعني نقعد نتكلم ما تخرجش يعني. طيب انا وعدك مش هتاخر. اوكي ماشي انجوي. بتنامي لي جاكيت بفضلك. خلاص بقى انا مش هنام بقى وهستناك. طبعا ماشي. باي. داليا؟ انت مشيتي ليه؟ انا عايز اقول لك اللي انت عملتيه ده عجبني قوي، كان حلم جدا. اللي انا عملته؟ اهتمامك بيا ده، حضنك اللذيذ. بس انا ما كانش لازم اعمل كده. ليه؟ ايه اللي يمنعني؟ يعني انت حد مهم قوي، وانا واحده دخلت حياتك صدفه. اصلا انا مش فاكره اي اب ليا، ولا فاكره اي اخ ولا عم. وبعدين انا ممكن شويه وامشي من حياتك. ممكن ما تمشيش يا دليل، انا خلاص اتعودت شوي جنبي. يعني أكيد أنا دلوقتي صعبانة عليك وبعد شوية. لا لا لا، ده كان في الأول، إنما دلوقتي أنا مش هسيبك الليلة دي. بصي أنا عايزك تروحي تغيري هدومك عشان هنخرج نسهر برا. بجد؟ يعني هنخرج؟ هنخرج. طب والناس اللي كلموكوا ومستنيينك ده؟ طز في الناس. بجد ميرسي مولاتي، خلاص أنا هغير وأرجع بسرعة. طيب. ستات. على فكرة من الطبيعي جدا ان انا ابقى قاعد لوحدي. بس انت وحشني، عايز اقعد معاك. طيب ينفع اقف هنا انزلك عشان تروحي؟ بشوفك بكرة. مش عايز اخد لفة واشرب درينك واسمع مزيكا، مش في مود خالص بصراحة. وانا مش فاضية اليومين الجايين، وعايز اقعد معاك. ممكن اعزمك في مكان حلو نقعد نتعشى وبعدين اعمل اللي انت عايزه. مش هروح حتى بيت معاك. اوكي ماشي. ماشي.
سنين، 10 سنين من غير جواز لوحدك مش كتير؟ كتير فعلا. ريد ولا وايت؟ وايت. وايت. ما هو اصلا انا طلعتها بعد ما الحياه خلاص استحالت بينا يعني. بعد كده قلت اخد هدنه مع نفسي شويه. الولاد كبروا سنه ورا سنه وسافروا، وانا اتعودت اعيش لوحدي. واحتمال برضه كنت خايف اخش تجربه تانية اتعذب وبتاع، فطنشت يعني. هي بقى اتجوزت. مش عارف نتصل ببعض يعني. Life goes on. ما تيجي نغير الموضوع ده بقى. ايه نغير؟ تحب نتكلم في ايه؟ عايزين نتكلم عنك. عني انا؟ وانا فاكره حاجه عن نفسي عشان اتكلم. انا لو هتكلم عني يعني هتكلم عنك انت بس. انا مش فاكره حاجه قبلك ومش عايزه افتكر. انت البني ادم الوحيد اللي في حياتي دلوقتي. لا ده مراد هنا. هو ده طاهر. ممكن اسلم صدقني؟ ايه الصدفه الجميله دي؟ انا هاي مختار. يلا اتفضلوا جانس. اتفضل خاطر. ما قلتليش يعني مختار جاي. انا ما كنتش عارف بس عادي يعني. ايه الاخبار؟ تمام. انت مش قلت لي انك هتسهر في المعادي مع نعمان بيه؟ ما انا لغيت المعادي بتاع نعمان بيه. قلت اخرج انا وداليا نتعشى بره من باب التغيير يعني. انت ما عندكش مانع طبعا. لا ما عنديش طبعا. على فكره يا مختار انا كلمتك مرتين النهارده عشان البنك اخد التو يونتس وطبعا انت ما ردتش. لا ما ده الطبيعي بتاعه. البي ده انا بقعد اكلمه يوم بحاله على ما يرد عليا. سوري معلش انا كنت عامل التليفون على سايلنت فمسمعتوش. بس امبارح وانا بقيت عند مختار عملنا الموبايل سايلنت فما اخدناش بالنا غير اما صحينا من مالهم التو يونتس؟ اداره البنك عايزه تغير بند من بنود العقد. اوكي. اكلمهم بكره واشوف عايزين ايه. لا خلاص خلاص بس بقى ما زهقتوش من الشغل طول النهار شغل. خلاص بعيد عن الشغل. انا على فكره داليا انا برسم لك لوحه. ترسم لي انا؟ بجد؟ بقول لك ايه؟ انت فنان على راسي وعيني بس انا بحذرك خليك بعيد عن داليا. لا وانا جيت جنبها. لا بجد يا مراد خليه يرسمها لي بليز. على فكره مختار رسام فظيع. لسه عاملي لوحه وانا ميوت كانت تحفه. ميوت؟ خيالي. Cheers. Cheers. Cheers.